السلام عليكم. رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى طهران بعد زيارة لوزير الخارجية الأمريكي استغرقت أقل من ساعة، كانت كفيلة بإمطار أو ضرب القواعد الأمريكية في العراق واكتظاظ الشوارع بالمتظاهرين. ومن طهران سيعود السوداني يعتزم زيارة دول الخليج في مسعى لإيقاف بحر الدماء الذي يسيل في غزة. في إيران قال السوداني إن من يريد احتواء الصراع في ومنع انتشاره في المنطقة عليه إيقاف العدوان الصهيوني. أما تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين فتلخصت بالوقوف مع أي قرار موحد للدول الإسلامية والإقليمية للضغط على الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لإيقاف الحرب في غزة. فهل سينطلق الحل من وساطة السوداني ورسائل الأمريكان التي تحاول حماية مصالحها في المنطقة وعدم توسيع الصراع إلى مناطق أخرى من جهة، والاستمرار في دعم الكيان في جرائمه في غزة من جهة أخرى؟ وما هو موقف الدول العربية من هذا الحراك، لا سيما وإن السوداني ينوي زيارة لعدد من الدول الخليجية؟ أرحب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوفي الدكتور أحمد الشهري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من الرياض، وكذلك الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية من طهران، وأنتظر كذلك الدكتور أيدر البرازنشي مدير مركز ألوان للتحليل السياسي. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. أبدأ من حضرتك دكتور صدقيان، ما الرسالة التي كان يحملها السوداني اليوم إلى إيران، وخصوصا أنه البارحة كان في العراق وزير الخارجية الأمريكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والدكتور أحمد والدكتور حيدر والمشاهدين. أنا أعتقد بأن هناك ثلاثة أهداف دفعت رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني للمجيء إلى طهران وبدأ هذه الجولة الإقليمية التي سوف تنقله إلى عدد من الدول العربية والخليجية. الهدف الأول أو العامل أو السبب الأول هو أن العراق يريد أن يلعب دورا مؤثرا في القضايا الإقليمية، وبالتالي العراق يتأثر ويؤثر بكل التطورات التي تحدث في المنطقة، وهو غير بعيد عن هذه التطورات وأحداث التطورات خصوصا في فلسطين المحتلة أو في حتى في سوريا، تنعكس على الوضع السياسي والأمني في داخل العراق أيضا. وبالتالي قيامه بهذه الجولة الإقليمية وتبادل وجهات النظر وبحث التطورات ومآلات هذه الحرب الدائرة على قطاع غزة والعدوان على قطاع غزة، أعتقد بأنه مهم بالنسبة للعراق، وهو القائد العام للقوات المسلحة في العراق بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء. تمام. هل كان دكتور صدقيان، هل كان يحمل رسالة، هل كان السوداني يحمل رسالة من الأمريكان إلى الإيرانيين؟ هذا ما سوف أريد أن أقوله. السبب الثاني هو أن العراق يعني ينظر إلى هذه التطورات في ظل وفي إطار الجميع يتحدث عن كل الاحتمالات مفتوحة. في لبنان يقولون كل الاحتمالات مفتوحة، الإيرانيون يقولون كل الاحتمالات مفتوحة، الوضع الإقليمي أيضا ينظر بقلق إلى تطورات الأمور في هذه الإبادة البشرية والإنسانية لقطاع غزة وكيف ستكون هذه التطورات. وبالتالي عندما تكون كل الاحتمالات مفتوحة، العراق يقف في وسط هذه العاصفة ويقف في هذه المنطقة ذات الرمال المتحركة، وبالتالي هذا السبب أيضا كان من ضمن الاسباب التي دفعت السوداني. لكن هل كان يحمل رساله؟ احنا البارحه كان عندنا وزير الخارجيه الامريكي، كان هناك يعني وزير الخارجيه الامريكي كان في العراق، زياره استغرقت اقل من نصف ساعه، كانت كفيله بان تضرب القواعد الامريكيه في بغداد وفي محافظه وفي الانبار، وكانت كفيله ايضا بنزول المتظاهرين الى الشوارع. لكن هل كان يحمل رساله محدده مثلا من العراق إلى إيران، أم هو غير ذلك الموضوع بعيد عنه؟ هذا هو
السبب الثالث الذي أردت أن أتحدث عنه يعني قبل أن يأتي إلى طهران، هو قبل ساعات التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبالتالي البعض يقول لا أمتلك معلومات بهذا الصدد لأنه لم تتحدث المصادر الإيرانية عن ذلك، لكن بعض المعلومات تقول بأنه حمل الرسالة إلى الجانب الإيراني، لكن بالتأكيد لا أدخل في هذه الرسالة هل كانت صحيحة أم لا، لكن بالتأكيد هو ناقش مع المسؤولين الإيرانيين التصورات التي طرحها السيد بلينكن، وبالتالي هذه التصور، لأن القضية الفلسطينية هي كانت محور زيارة السوداني إلى إيران، سواء كان خلال لقائه مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أو مع الخلوة الثنائية التي عقدها مع المرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي، وبالتالي أنا أعتقد بأن ما تم الحديث مع سيد بلينكن كان مطروحا على الطاولة، وهو نقل هذه التصورات التي حملها السيد بلينكن وناقش هذه التصورات مع المسؤولين الإيرانيين، وأعتقد بأنه سوف يناقشها مع كل الدول الإقليمية التي سوف يزورها، وبالتالي أعتقد بأن هذه التطورات المهمة ومآلات هذه التطورات أعتقد بأن العراق معني كغيره. تمام دكتور سطيان، يعني ما جديد في الموضوع، ما جديد في الموضوع؟ بلينكين كان في السعودية وكان في عدد من الدول الأخرى، ما جديد في قضية زيارة السوداني إلى إيران ومنها إلى الخليج؟ العراق اولا هو من محور المقاومه، هناك فصائل مقاومه موجوده في العراق، هناك هجوم تسبب يعني ضد القواعد العسكريه الامريكيه، وبالتالي العراق يؤثر ويتاثر بكل التطورات. انا اعتقد بان او بعد بالاضافه الى ان العراق لم تتم دعوته إلى الاجتماع الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وفي عندما التقى وزراء خارجية كل من مصر وقطر والإمارات والأردن، التقوا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. هذه الزيارة هي التي تريد أن يعني شيء طبيعي جدا أن يقوم السوداني بمثل هذه الظروف الحساسة للعراق، الحساسة للمنطقة، أن يقوم بهذه الجولة الإقليمية من أجل أولا تفعيل الدور العراقي، ثانيا استيعاب ما يمكن استيعابه من تطورات، لأن الوضع في الإقليم وضع صعب جدا، التطورات صعبة الآن. واضح. نحن دخلنا الأسبوع الرابع من دكتور من واضح واضح واضح. خلينا ننتقل للدكتور أحمد الشهري. دكتور أحمد، توجه إلى سكان غزة. واضح دكتور أحمد الشهري، حياك الله. إذن كأنما هي مبادرة جديدة، كأنما هو موقف جديد الآن يتطور في يعني من حركة السوداني على إيران، من حركة بلينكين إذا إلى العراق ومن ثم إلى إيران ومن ثم إلى الخليج. هل يعني لديك معلومات عن طبيعة هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحييك دكتور محمد وضيفيك الكريمين والأخوة والأخوات المشاهدين الكرام. قبل أن أجيب أتمنى عليك والزملاء في الاستديو أن يرفعوا الصوت عندكم، لأن الصوت ضعيف الله يحفظكم. أنا الصوت عندي واضح. أنا أعتقد أنه عندك مو واضح فلسطين، لو يرفع أكثر. تمام حاضر. أخي الكريم، إيقاف المجازر في غزة قرارها ليس لا في بغداد ولا في طهران ولا في الرياض. الإيقاف هو في واشنطن وفي تل أبيب، ولذلك رسالة بلينكين لا أعتقد أنها تحمل مشروع لوقف الحرب، لأنه يأتي إلى دول ليست هي من اعتدى وليست هي من يقتل الشعب الفلسطيني. الرسالة الأمريكية، وهذا من الخبث الأمريكي، هو استغلال الفرصة ومحاولة تحييد ما يطلق عليه محور المقاومة، تحييد لبنان وتحييد أيضا الحشد في العراق وتحييد العراق وتحييد أيضا إيران، وهذا الغزل الحقيقة أنا أسميه الغزل الأمريكي لإيران. أعتقد أن هذه فرصة لإيران أن تحقق مكاسب إذا أرادت
بما أنها لا تريد أن تدخل الحرب كما هو دائما نسمعه في الإعلام الإيراني ونصرة غزة وإلى آخره. ليس هذا ربما موضوع، أنا لا أريد أن ندخل في التفاصيل، لكن بلينكين هو يأتي لمحاولة عزل الدول التي يمكن أن يأتي منها ضرر على أمريكا، والاستفراد فقط بفلسطينيين في قطاع غزة. الآن حماس تقول نحن لوحدنا، تركنا لوحدنا، لم يكون هناك نصر من لبنان، ما نسمعه من صواريخ أو من إطلاق خجول هذا لا يرقى إلى أن يكون هناك نصر لغزة. وكذلك العراق هناك نوع من المظاهرات السلمية كما دعا إليها مقتدى الصدر، وهذه أيضا لا تفيد الشعب الغزاوي. وأيضا الرشقات التي ربما تعرضت لها بعض القواعد الأمريكية أيضا هي لا ترقى إلى أن يكون أيضا دخول في المعركة التي يعيشها الفلسطينيون. لذا أعتقد أن أمريكا هي تضغط على العراق لإرسال رسالة إلى إيران، وقد استشفيت هذا الضغط من الموقف العراقي في الجمعية العامة المتحدة عندما لا إذا كان دكتور إذا كان هذه المواقف غير مؤثرة، إذا تسمح لي دكتور، إذا كانت هذه المواقف غير مؤثرة، لماذا تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحييدها إذا كانت هي غير مؤثرة؟ ما فهمت سؤالك. إذا كانت هذه الدول وهذا المحور غير مؤثر تماما، فلماذا تحاول الولايات المتحدة أن تحيدها؟ أنت حضرتك ذكرت إنه الأمريكان يحاولون يحيدون محور المقاومة، يحيدون العراق، نعم، ويحيدون هي غير مؤثرة إيران. في إذا كانت غير مؤثرة لماذا كل هذا الجهد لتحييدها؟ هي غير مؤثرة في إيقاف المعركة، لكنها مؤثرة في عدم الدخول في نصرة الشعب الفلسطيني، لأنه في لبنان هناك حزب الله وهو من محور المقاومة، وأيضا العراق هناك أيضا فصائل الحشد التي كلها تدعي نصرة القدس، وإيران لديها فيلق القدس الذي هو مخصص للقدس. فهنا في هذه النقطة تحديدا يراد الضغط على العراق. موقف العراق في الجمعية العامة عندما امتنع عن التصويت هو يأتي ضمن هذا الضغط. لا فقط للتوضيح، العراق هم اللذاني دكتور امتنع عن التصويت، وبالتالي فقط للتوضيح العراق لم يمتنع. العراق الأمريكي الآن، لا عفوا، العراق الأمريكي هو الذي، العراق الأمريكي الآن هو فقط لتبريد الجبهات المحيطة بفلسطين، سواء كان في سوريا أو كان في العراق، واضح، أو كان في لبنان، واضح. أنا راح أنتقل لضيفي هذا دكتور حيدر، نتنياهو يستفرد بالشعب الفلسطيني. تمام، أنا راح أنتقل لدكتور حيدر، بس قبل هذا للتوضيح فقط، إنه العراق صوت على هذا القرار في الجمعية العامة، وحتى في قائمة التصويت موجود. دكتور حيدر البرزنتي حياك الله. الله يحييك. الدكتور أحمد يعني يتحدث عن أنه هو فقط تحييد للموقف العراقي والموقف الإيراني، أنه وذكر أنه حماس الآن تركت وحدها، تركت لوحدها، تقول أنني وحدي. أي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك دكتور محمد ولضيفيك الكريمين. واقعا يبدو لي أنه الأخ الدكتور ما عنده صورة واضحة، ويعني قراءاته هي غير ميدانية موضوعية. ما هي الصورة الواضحة؟ الصورة الواضحة هو كالآتي، جنابك سأل السؤال، قلت لو لم تكن هناك جبهات ضاغطة، الكارثة الكبرى أنه العدو يعترف، كيان الصهيوني يعترف، أمريكان يعترفون بالضربات الموجعة التي يعني قامت بها فصائل المقاومة في العراق، وحزب الله الذي يوميا هناك دماء وشهداء، وهناك دخول للمعركة. وما قاله السيد حسن نصر الله، ملاحظة للدكتور، الحشد الشعبي ليس ميليشيا، الحشد الشعبي جزء أساسي من القوات الأمنية التي حققت النصر على الدواعش التكفيريين وأعادت هيبة المؤسسة الأمنية، هاي للملاحظة. أما المقاومة الإسلامية في العراق فهي من تصدت وانبرت لنصرة فلسطين وغزة، في حين عجزت الأنظمة، أغلبية الأنظمة العربية بعيدا عن التصريحات، عن تقديم المساعدة الإنسانية أو الضغط من خلال وجودها في مجلس الأمن أو الأمم المتحدة. موقف العراق
الضروري المهم الذي دعا بايدن ليتصل في اليوم الأول أو الثاني مع السيد رئيس الوزراء. لماذا يتصل؟ الذي جعل بلينكن يأتي بسترته الواقية خوفاً من عدم الرغبة بحضوره. نعم العراق كدولة ككيان رئيس الوزراء يتعامل في دبلوماسية عالية. البعض يقول أنه غير مؤثر، أقول لو لم يكن مؤثراً كان أكو عدة أشياء ممكن أن نذكرها. واحدة من هذه عدم التأثير، أنه ما يقول القاعدة اليوم تصريح الآن هناك 42 جندي أصيبوا أمريكي في القواعد في سوريا وفي العراق جراء استهدافات من المقاومة العراقية، ومئات القتلى داخل الكيان الصهيوني بسبب صواريخ حزب الله. وبفعلا أن هذه حرب، وحتى حماس يعني أنا أتفاجأ، يبدو الأخ ما مطلع، جاء وفد كبير رفيع المستوى إلى بغداد من حماس وزار مجموعة من القادة، وكنا في حلقة ذات تذكر جنابك، وذهبوا إلى النجف الأشرف، أشادوا بدور العراق وبدور المرجعية وبدور المقاومة وبدور الجمهورية الإسلامية وبدور دعم الجمهورية الإسلامية. حرس الثوري نعم هو جزء من مؤسسة الدولة في إيران، فإذا دخل في الحرب بطريقة مباشرة هذا يعني إعلان حرب وفتح باب حرب كبيرة للمعركة. السيد السوداني ليس ناقل للرسائل، هذه ما يجب أن يتم توضيحها. رئيس الوزراء العراقي قام بدور عجزت عنه بقية الدول العربية واستشعار الولايات المتحدة الأمريكية والدول العالمية الأخرى بأنه هذا الدور دورا محوريا وأساسيا، جاءوا إلى العراق مو للتحييد، العراق غير محايد في هذه القضية. أبلغ السيد رئيس الوزراء بلينكن بصورة واضحة في خطابه في قمة مصر للسلام زين. وكان واضح في هذا الموضوع. تمام هذا واضح، بس نعم. الرجل يقول لك أصلا قرار إيقاف الحرب على غزة ليس في العراق وليس في طهران، قرار إيقاف الحرب على غزة في واشنطن وفي تل أبيب. قرار إيقاف الحرب عندما تكون هناك سياسة صدع وردع، لو لم تكن هذه السياسة موجودة هي مو حرب هي إبادة. إلى الآن الكيان لم يستطع أن يدخل معركة أو يحرر شبر واحد من الأراضي التي حرروها الأخوة في حركة حماس في المقاومة الإسلامية ومن معهم. زين. قرار الحرب أو إيقاف القتل الجماعي والاستنزاف الذي يحصل للمدنيين، نعم هو بيد هذه الدول. لماذا؟ لو اتفقت المملكة العربية السعودية واتفقت كل الدول العربية فيما فيهم العراق، طبعاً واضح كان خطاب سيد رئيس الوزراء اليوم في الجمهورية الإسلامية، ما كان استطاعت الكيان الصهيوني أن يجرؤ على الذهاب باتجاه ازدياد في استنزاف أو في قتل المدنيين هنا. طبعا. لكن هذه التواقف المواقف المتباينة هي من تجعل الكيان الصهيوني يتمادى. خلينا أحول هذا السؤال نفسه إلى الدكتور صدقيان. دكتور صدقيان، يعني الآن دكتور أحمد الشهري ذكر أنه إيران لم تدخل الحرب، هناك من يتحدث قد جملها هو، يعني من يتحدث بأنه إيران تخلت عن حماس وتركت حماس لوحدها وما يجري الآن لإيران تتفرج، هل هذا صحيح؟ أنا أعتقد بأن الوضع الحالي التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية وقطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام، أعتقد بأنه يجب أن يتجاوز مثل هذه الأمور، يتجاوز ذلك إلى آلية تفعيل الجهود الدولية والإقليمية من أجل الضغط على الولايات المتحدة وعلى حكومة الكيان المحتل من أجل إيقاف إطلاق النار. هذه المهمة الأولى. وعندما تحدث السيد السوداني في طهران خلال المؤتمر الصحفي إلى جانب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، هو قال بشكل واضح، قال بأن المهمة الأولى للحكومة العراقية هو أولا إيقاف إطلاق النار في غزة، ثانيا فتح المعابر وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية وما يمكن أن يصل إلى الشعب في سكان غزة. هذه المهمتين جدا مهمة. الإيرانيون أيضا الآن يسيرون بهذا الاتجاه. اليوم أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني
قال بأنه استلمت الحكومة الإيرانية قبل 3 أيام، وكان يقصد بذلك عندما قال 3 أيام لأنه لا يريد أن يقول بأنه استلم هذه الرسالة من خلال السيد محمد الشيع السوداني. هو قال بأن إيران استلمت رسالة قبل 3 أيام من الحكومة الأمريكية، تؤكد فيها الحكومة الأمريكية على أنها ماضية في وقف اطلاق النار في غزة. لكنه قال أيضا بأن ما نشاهده على الأرض وفي الميدان لا يشير بأن الحكومة الأمريكية تعمل على وقف اطلاق النار. نحن سمعنا أيضا المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال بشكل واضح بأن الولايات المتحدة لا تملك إمكانية أو لا تملك القدرة. زين، منو يضغط الآن؟ دكتور سدقيان، منو اللي يضغط الآن على الأمريكان؟ هل هناك ضغط على الأمريكان الآن من دول، من إيران، من دول الخليج، من دول العربية، من دول إسلامية على قضية إيقاف الحرب، هذه الإبادة الجماعية التي تمارسها الآن الكيان الصهيوني؟ أكو ضغط لو ماكو؟ كل مدعوون حاليا من أجل زيادة نسبة الضغط على الولايات المتحدة وعلى الحكومة الإسرائيلية. أنا أعتقد بأن كل الدول العربية حاليا تعمل بهذا الاتجاه. الدعوة التي قدمتها المملكة العربية السعودية لعقد مؤتمر لمنظمة التعاون الإسلامي ووجهت هذه الدعوة للرئيس الإيراني، وأعتقد بأن السيد إبراهيم رئيسي قبل هذه الدعوة للتوجه إلى هذا المؤتمر، هو يأتي في إطار إحساس الجميع بأن هناك مشكلة حقيقية، مشكلة قطاع غزة. هذه العملية عملية طوفان الأقصى التي تمام، هذه هاي مبادرة، لكن هل يعني مو هاي المؤتمرات شبعنا منها بحياتنا احنا؟ هاي المؤتمرات صار لها سنين ما 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 شفنا منها نتائج حقيقية. مؤتمرات وقصة والأطفال تقتل، مؤتمرات والمدن تنتهك، مؤتمرات والدماء تسيل. أنا أعتقد بأن نحن نراهن الآن على المقاومة في غزة. لحد الآن نحن دخلنا الأسبوع الرابع، لكن إسرائيل بهذا الهجوم وهذا العدوان الإنساني للإبادة البشرية في غزة لم تستطع القوات الإسرائيلية التي تدار من قبل قادة أمريكيين، لم يستطيعوا لحد الآن من تحقيق أي من الأهداف المعلنة أو الغير معلنة التي قالوا عنها، سواء في القضاء على حركة حماس أو القسام أو تهجير الفلسطينيين إلى العريش وصحراء سيناء أو بالضفة الغربية إلى الأردن وما جاكل ذلك. لحد الآن لم تستطع الماكنة العسكرية الإسرائيلية الهمجية من تحقيق أي من الأهداف المراهنة على استمرار هذا وحتى أن الدبابات الإسرائيلية تجد صعوبة في التوغل كثيرا في قطاع غزة. هذا الصمود الغير طبيعي الذي لم نشهده منذ 10 سنوات، لم نشهده هذا صمود سكان غزة. أنا أعتقد بأن المراهنة على سكان غزة وعلى هذا الصمود وعلى هذه المقاومة. لكن هذا لا يمنع من أن تكون هناك مؤتمرات لمنظمة المؤتمر الإسلامي، للجامعة العربية، لأي جهة تستطيع أن تفعل الضغوط من أجل إيقاف إطلاق النار على سكان غزة وقتل المدنيين. هذه نقطة مهمة، وأنا أعتقد بأن حتى الرأي العام العالمي الآن بدأ يميل ويضغط على إسرائيل من أجل إيقاف هذه الإبادة البشرية وهذه الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة. واضح دكتور أحمد. هل تمارس السعودية الآن ضغط على الأمريكان مثلاً أو على الكيان الصهيوني من أجل إيقاف الحرب؟ قصة التطبيع بين السعودية والكيان قصة مهمة بالنسبة للكيان الصهيوني، لماذا لا تمارس السعودية ضغط بهذا الاتجاه؟ هذا السؤال دكتور محمد، لعلي قبل أن أجيب أريد أن ألفت نظر الزميل الدكتور حيدر أنني مطلع على الأحداث وأفهم ما يجري، ولذلك أتمنى أنه يطرح وجهة نظره بشكل مباشر دون أن يقلل أو يحول من وجهة نظر الضيف.
لا لا انا لا اقلل من جنابك استاذ. انت تقول انت الضيف لا يفهم والضيف لا لا, لا قلت يمكن ما مطلع. عدم الاطلاع لا يعني عدم الفهم، عذرا انا قلت ممكن اكو بعض القضايا اللي احنا في العراق مطلعين عليها جنابك ما مطلع عليها، مو هذا مو قصدي تقليل من قيمتك. عموما ما تفضلت به اذا كنت تعتقد ان الطائره اليتيمه التي ارسلها الحوثي هي مشاركه في القتال وتقارنها ب 500 صاروخ سكد على الرياض وعلى مكه وعلى الطائف وعلى جده وعلى الشرقيه، اعتقد هناك شتان. و 500 طائره مسيره ايضا وصلت على السعوديه كذلك ما يحدث في لبنان. كنتم في حرب، هذا مو موضوعنا، تجاوز هذا الامر. نصر الله مستلم فقط عمود اتصالات ويضرب في هذا العمود لا اخي لا تقلل من قيمه المقاومه ارجوك، لا تقلل من دماء الشهداء دكتور عزيزي. ليس اقل من هذا يا اخي، هذا ينطي نصره للصهاينه. انت الان تناصر الصهاينه من حيث تعلم او لا تعلم. انت عندك خصومه مع الاخوه الحوثيين مع حزب الله، هذا بمعزل. قال لك استاذ صقيان تحدث انه الحشد الشعبي يطلق صواريخ. طيب اين الصواريخ؟ الحشد لا يطلق اخي، الحشد مؤسسه امنيه جزء من المكون الاعلامي العراقي. يا عيني لا هذا بصراحه، وهذا وجهه نظري ارجوك انك تتقبلها. دكتور دكتور عفوا دكتور احمد دكتور محمد حتى نسجل الحوار. انا سالتك دكتور محمد دكتور احمد اجاوبك على سؤالك. انا سالت بس خلي عيد السؤال ارجوك، بسمح لي. انا اقول انه مشروع التطبيع مع السعوديه مهم جدا للكيان الصهيوني، وحاولت حاول الكيان الصهيوني بكل قوه ان يطبع مع السعوديه، وحاول ان يعني وصل الى مراحل. بس اذا تسمح لي اذا كان الموضوع صحيح صحيح، اذا كنت مخطئ صححني. دكتور احمد تسمعني؟ سؤالي هو مشروع التطبيع مهم للسعوديه، هل تستطيع السعوديه ان تضغط على الكيان الصهيوني في مشروع التطبيع لايقاف الحرب؟ ما ادري فقدت لا رجعوا لي على صورته، اعتقد انقطع الاتصال لو هو اغلى هو سد الخط لو شنو. حاولوا. دكتور حيدر شنو تعليقك؟ تفضل. انا اولا مع الاسف انا ارى انه بعض الاخوه اللي يخرجون في الفضايات خصوصا من الجانب السعودي يبدو عندهم عقده نفسيه لا يمكن ان يتم تجاوزها فيما يخص موضوعه الحشد الشعبي وفيما يخص المقاومه الاسلاميه في لبنان وفي العراق. بالتالي إن إحنا اليوم هناك بلد عندهم رأي يريد يتحدثون به، يعني شنو المشكلة؟ هذا رأي خلي لا مو رأي لا أكو فرق. أنا اليوم مؤسسة أمنية تسمى الحشد الشعبي، لا أقبل مطلقا أن يتحدث عنها أحد بسلبية. زين، لأن انطى دماء وشهداء وجزء من مؤسسة أمنية العراقية. ما فاهم الموضوع نفهمه، نقول له يا أخي 1 2 3. أرجو أن لا يكون هذا الخطاب المتبنى من بعض قنواتهم الإعلامية يتبنوا كذلك. الأمر الآخر، هناك زيارات حصلت متعددة من قبل الأخوة أنصار الله الحوثيين إلى المملكة العربية السعودية وجلسوا إلى طاولة حوار، وهناك علاقات حصلت ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين المملكة العربية السعودية. أنا لا أعلم لماذا يحاول الإخوان المتحدث إرجاعنا إلى المربع الأول وتصفير كل هذه الجهود والبدء بنزاعات وصراعات تخرجنا عن الموضوع الحقيقي. موضوعنا اليوم غزة، مو أنصار الله، مو الحشد الشعبي، مو المقاومة الإسلامية. تقليل قيمة ما يحصل وباعتراف العدو، أنا أعتقد أنه المتصهيلين العرب أشد كفرا ونفاقا من الصهاينة أنفسهم. من هم المتصهيلين العرب؟ أي شخص يحاول أن يقلل أصف لك إياه. هل هو دول عربية؟ هل هم أشخاص؟ أي جيد، سؤالك مهم. دول كيانات أشخاص من هم؟ حددها الدول، يا هي الدول. أي دولة ليس لها دور وتحاول أن تناصر الصهاينة في هذا الدور وتقلل من قيمة ما يحصل على الجانب الآخر حقدا وكرها وطائفية، أنا أعتقد هؤلاء متصهينين. لكن أنا شفت حقيقة مواقف جميلة، مواقف مهمة ضرورية. موقف السعودي موقف جيد، الموقف القطري موقف ممتاز، لكن بنفس الوقت من يطلع متحدث أنا أرجو أن يحاول أن يلملم موضوعة ما حصل، مو يجي يدخلنا في صراعات أخرى. تمام، الدكتور أحمد رجع لي مرة ثانية. دكتور أحمد سؤالي كان قبل انقطع الاتصال مع حضرتك،
هو مشروع التطبيع مع السعودية مهم بالنسبة للكيان الصهيوني، هل يمكن للسعودية أن تضغط على الكيان الصهيوني في هذا على الأقل في هذا الموضوع من أجل إيقاف هذه الجرائم التي يرتكبها الآن في غزة؟ تفضل. اولا معذره على الانقطاع لانه الانقطاع من عندكم، مده الزوم انتهت وبالتالي نحن الان على سكايب. الحقيقه المملكه العربيه السعوديه عندما كان هناك حديث مع الولايات المتحده الامريكيه عن مشروع سلام في المنطقه ويكون من نتائجه علاقه مع اسرائيل، تعلم ان السعوديه كان عندها الشرط الثابت الدائم وهو اقامه دوله فلسطينيه على حدود 67، وبالتالي ما لم يتحقق هذا الشرط لا حديث عن التطبيع إلا في وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية التي تريد أن تستثمر في هذا الأمر وتحقق مكاسب انتخابية سواء في الداخل الإسرائيلي أو في الداخل الأمريكي، وبالتالي لم يتحقق شيء. الولايات المملكة العربية السعودية أقوى كلمة سمعها مجلس الأمن ربما في تاريخه استمع إليها من وزير الخارجية السعودي عندما خاطب مجلس الأمن تحديدا وقال لن نقبل هذا السكوت وهذا التخاذل من مجلسكم وعليكم أن تقوموا بواجبكم. لكن للأسف الشديد مجلس الأمن هو الذي يحترم، مجلس الأمن هو الذي يحارب الفلسطينيين. الولايات المتحدة الأمريكية وقفت في أول لحظة مع إسرائيل، فرنسا جاء ماكرون ليبارك. لا بس اسمح لي، بسمح لي فقط بسمح لي حتى لا بس هو هذا السؤال، هذا السؤال مهم، هذا السؤال مهم يمكن وضح جزء منه. يعني أنت تنفي أن يكون هناك تطبيع من الأساس؟ بالضبط، هناك هناك شرط المبادرة العربية المعروفة عام 2002 السعودية لا زالت متمسكة بهذه المبادرة والأخوة الفلسطينيين يعني تطبيع مع شرط، تطبيع مع شرط. لكن هل يمكن الضغط الآن، هل يمكن استخدام هذه الوسيلة؟ الخارجية لمجلس منظمة التعاون الإسلامي في جدة، هناك أيضا قمة القاهرة، هناك أيضا قمة الجامعة العربية، مؤتمر قمة عربية قادم، هناك منظمة التعاون الإسلامي ستعقد يوم الأحد القادم. أنا أتفق مع تفضل به الدكتور محمد صدقيان أنه هذه الجهود الإسلامية الجهود العربية هي بحد ذاتها رسالة. تغير الخطاب الغربي عن أوله، الرئيس بايدن اتصل بالأمير محمد وكذلك الرئيس سوناك جاء إلى السعودية واتصال من ماكرون، اتصال من رئيس الوزراء الياباني. الضغط الذي يتشاهده الآن من الشعوب والمظاهرات في دول الغرب هي بدأت تستمع إلى الصوت العربي والصوت الإسلامي. طبعا لا أحد يقول ليش الدول العربية هل هي الآن في وضع أنها ممكن ترسل جيوش إلى قطاع غزة، ما أعتقد، لأن الدول تحكمها معاهدات، تحكمها اتفاقيات، تحكمها أيضا موازين القوى. إسرائيل هي ليست دولة أو دولة العربية، هي أمريكا. لماذا غير مطلوب؟ لا غير مطلوب، هاي مواقف ولعلك ترى هذه المواقف اللي قدموها بس وكذلك هذه الترسانات هي جاءت لمين؟ دكتور لنصرة إسرائيل. دكتور أحمد، إسرائيل هي عبارة عن ثكنة أمريكية، ولذلك أعتقد أنه التوحد العربي والوحدة الإسلامية هي من ضمن وسائل الضغط. دكتور أحمد، أني أقولها. دكتور أحمد، لا فقط سؤال، وكذلك من خالد مشعل ومن إسماعيل هانية. دكتور أحمد يريد أن يقول أنتم وهبتونا وتخليتوا عنا. تمام دكتور أحمد، أنا يعني سمعت هاي الفترة، أنا يعني شفت في وسائل الإعلام قريتها، ما أعرف شنو مصادرها بصراحة، إنه السعودية يعني منعت أو اعترضت صواريخ باليستية من اليمن باتجاه إسرائيل، هل هذا صحيح؟ اليوم سمعنا في ذلك. أولا هذا ليس صحيح، ثانيا الطريق إلى فلسطين لا يمر من على السعودية، هناك البحر الأحمر ما شاء الله تستطيع القوات اليمنية وهي الآن مستلمة ميناء الحديدة أن تركب لها أكبر سفينة وتذهب مباشرة. يعني هذا مو صحيح، يعني هذا مو صحيح، فقط حتى لا أنا ما أريد أدخل، قضايا هذول يأخذون فلسطين مجرد شعارات. أؤكد لك يا دكتور محمد، أنا باحث في هذا الشأن، هذه الأذرة الولائية ليست قضيتها فلسطين على الإطلاق. دكتور أحمد صاروخ من هنا، دكتور أحمد من هنا، الهدف هو فقط للاستهلاك للأنفاق. تمام دكتور أحمد، أنتوا الآن بس اسمح لي دكتور أحمد قبل شوية بعيد عن لغة التخوين، أرجوك ما أعرف هاي لغة التخوين. أرجوك دكتور هايدر، دكتور أحمد على الرياض، دكتور أحمد على دول الخليج توجهها
على فلسطين. يا أخي ذي تلك أمة انقتلت، معركة انتهت وجلستوا إلى طاولة حوار، متى تغادر هذه القضية؟ دكتور أحمد عزيزي لا تخون الآخرين، لا تطعن، قبل قليل تتحدث عن وحدة المسلمين، هذا حديثك متناقض. شلون تكون أكو وحدة وأنت هذا كلامك؟ شلون تكون أكو وحدة وأنت تطعن بجسد الأمة وتقلل من قيمتها وتحاول أن تجعلها صغيرة في عين الأعداء؟ أنت تشارك في هذا في ظلم الناس أكثر يا عزيزي. دكتور أحمد قبل شوية إذا لم ينصر يا عزيزي خليني أسألك، خليني أسألك عنده 100,000 صاروخ كما يقول يا عزيزي، خليني أسألك وأنتم كنتوا تقصفون عليهم يا أخي، كنتوا تقصفون. بس اسمح لي، بس اسمح لي دكتور أحمد، الله يخليك اسمعني صراحة دكتور أحمد، أنتوا هاي فتح قضية اليمن أصلاً مو صالحكم بالسعودية يا أخي. فيلق القدس الذي جاء اسمه أيل هنية إلى طهران. دكتور أحمد أنت تسمعني؟ تسمعني يبدو ما تسمعني. إذا لماذا الآن يأتي رئيسي الآن ويستشهد في القدس؟ دكتور أحمد تسمعني أنت لو ما تسمعني؟ يقول أنها جزء من الجيش العراقي. طيب الجيش تمام العراقي. دكتور أحمد هناك فصائل عجيب. دكتور أحمد تسمعني الآن أو تمر بأوامر؟ أنت تسمعني؟ أنت تسمعني؟ أين سواليكم؟ ما راح ترى سوريا قريبة. دكتور أحمد 100 متر نص كيلو. دكتور أحمد تسمعني أنت؟ لا شيء. لا هو يريد يطرح هذه. تسمعني أنت؟ بس أرجوك دكتور أحمد. دكتور أحمد إذا تسمعني حضرتك، موضوع اليمن يعني فتحة مو بصالحكم أنتم يعني بالسعودية بصراحة. بعدين إذا أنت تطلب من الجيش الفلاني والجيش الفلاني والجيش الفلاني وتعالوا حاربوا يا أخي، رابع موازنة بالعالم هي موازنة الجيش السعودي يا أخي، والسعودية هي قبلة المسلمين والعالم هو يتحرك باتجاه السعودي. اسمح لي يا أخي خلي أسألك يا أخي اعطيني مجال خلي أسألك. الفلسطينيون يقولون لا، صحح لي إذا أخطأت يا أخي، اسمح لي. بحاجة سلاح وما اسمح لي عزيزي. أكبر حملة شعبية قامت بها المملكة العربية السعودية. أعطني أي دولة من دول الممانعة اللي تتكلمون عنها ودول المقاومة عملت حملة شعبية يا أخي؟ والله المفروض تسجل. هسه تضربت لكم صاروخ، أطلقت لكم طلقة، ليش تخلونا نحكي هذا الحكي يا أخي؟ اسكت. يفترض أنت الآن تضع رأسك في التراب لأنك لم تقدم شيء سوى الشعارات والخطابات الإعلامية. نقول لك الموقف الرسمي للحكومة للمملكة العربية السعودية موقف جيد، اجعلوا هذا الموقف يتطور، تفهم تصور لماذا تصور؟ بدل هذا الكلام اللي يفرق الأمة، بدل هذا الكلام اللي يحاول أن يرجعنا المربع الأول. يا عزيزي ما يجوز هذا الكلام، عليك أن تفهم وأن تعلم أنه اليوم هناك إبادة جماعية للمسلمين في غزة. غادر هذه المنطقة، مملكتك العربية السعودية جلست مع إيران وتصالحت معها، وجلست مع الحوثيين وتصالحت معها بالرغم أن هناك حرب. هذا المنطق لا يقبل به لا الخارجية السعودية ولا أميرك. تمام. ما تمام. مقبول. تمام. دكتور صدقيان في ظل كل ما يجري الآن، وين متجهة الأمور؟ هل هي متجهة إلى التصعيد أكثر أم إلى التهدئة؟ يعني حقيقة التطورات في سكان غزة وهذا استمرار الإبادة البشرية والإبادة الإنسانية في قطاع غزة يجعل كل الاحتمالات بتروح على الطاولة. لحد الآن الولايات المتحدة الجانب الأمريكي هو يقول بأنه يريد وقف إطلاق النار، لكنه في ذات الوقت يقول بأنه لا يملك تلك القدرة على الطلب من إسرائيل بإيقاف إطلاق النار. وبالتالي هذه الأجواء، لأن الولايات المتحدة هي الوحيدة الآن التي تعطي لإسرائيل تقريبا 4 مليار دولار مساعدات سنوية. الآن الكونغرس الأمريكي خصص 14 مليار بعد 7 أكتوبر كمساعدات لإسرائيل، الحكومة الإسرائيلية، وكل السلاح الذي تستخدمه إسرائيل وسلاح أمريكي. صح، الولايات المتحدة أنا أعتقد بأنها تستطيع أن تفرض على إسرائيل أن تقول له بأن هذا السلاح الذي يضرب الأطفال والنساء والمدنيين في غزة هو سلاح أمريكي وهو مشروط عندما يعطى لأي دولة، وتستطيع الولايات المتحدة أن تقول له بأن هذا السلاح يجب أن لا يضرب المدنيين، لا يضرب يضرب الأطفال والنساء. لكن يبدو لحد الآن
بأن الولايات المتحدة غير جادة فعلا في 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 ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية. على العكس من ذلك، المعلومات تتحدث بأن قيادة العمليات هي قيادة أمريكية الآن، جاءت من المنطقة، من القاعدة في المنطقة الخامسة، من القاعدة الأمريكية في المنطقة الخامسة، من القواعد أو المعسكرات الأمريكية في سوريا في العراق. وبالتالي هناك أزمة حقيقة، أزمة في المصداقية العالمية. أنا يعني هذا مقلق، وهذا الفوران الذي نحن نشاهده في عدد من الدول الغربية في الولايات المتحدة. يوم أمس كان هناك مظاهرة في واشنطن كانت رهيبة، هذه المظاهرة، وهذه المظاهرة هي كانت تدعم إيقاف إطلاق النار وإيقاف قتل والإبادة البشرية، هذا الهولوكوست الذي يمارس ضد سكان غزة. الآن أنا أعتقد بأننا يجب أن نكون، أن نضع أولويات للتعامل مع هذه الحرب. الأولويات هي كيف يمكن أن نقف، أن نوقف إطلاق النار، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني كيف يمكن فتح المعبر، معبر رفح، من أجل إيصال المساعدات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية إلى المشافي قطاع غزة. هذا هو النقطة المهمة. أعتقد بأن الكل مدعو من أجل تحقيق هذا الهدف، لأن هناك هذه الإبادة، الإبادة الإنسانية والبشرية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني. غير ذلك أنا أعتقد بأنه يجب أن نقدم، أن نضع في الأولويات هذه الأهداف. وأعتقد بأن السيد محمد الشيع السوداني الذي جاء إلى طهران في جولته الإقليمية أيضا يريد تحقيق هذه الأهداف كما قال في المؤتمر الصحفي. شكرا دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات إيرانية من طهران. شكرا أيضا للدكتور أحمد الشهري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السعودية. شكرا أيضا للدكتور حيدر البرزنتي. شكرا لك، حياك الله. أشكركم في أمان الله.